صباح الخيرات على كل المستمعات لاله مولاتي فينما كنتوا من داخل وخارج المغرب. كنتمنى انكم تكونوا دوزتوا ذكرى المولد النبوي الشريف بخير وعلى خير وبصحه وسلامه انتم والاسره ديالكم فينما كنتوا من داخل وخارج المغرب. فاليوم من خلال برنامج لاله مولاتي برنامج المراه بامتياز ومع فقرات متنوعه كالعاده وكلها افاده ان شاء الله. اليوم غادي تشارك معنا في شهوات لاله مولاتي المستمعه الوفيه جدا للبرنامج واللي توحشناها بزاف والمستمعه ليلى المليح، وغادي نتعرفوا على الشهوات المتنوعه اللي غادي تقدم لنا. كذلك غادي نواصلوا التعرف على المستمعات الفائزات معنا في المسابقه اليوميه واللي كيمنحكم كل شهر الفوز بهدايا من ذهب، واكيد غادي نمشيو لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه. مرحبا بالتواصل المباشر معكم من خلال برنامج لاله مولاتي. الى عندكم اي نصائح مطبخيه، نصائح منزليه، اي شهوات ولا طلبات بغيتوا تشاركوا بها معنا مباشره، اتصلوا بنا وتواصلوا معنا على 0522 88 00 60 61 62. لحظة غادي نتوقفوا مع فاصل غنائي وغادي نرجعوا لأولى فقرتنا شهوات لاله مولاتي. كنجدو ترحاب وتحية صباحية لكل مستمعينا الأوفياء وخاصة العدل التحقوا بنا اللحظة في البرنامج، وغادي نمشيو مباشرة شهوات لاله مولاتي عند المستمعة ليلى المليح وغادي نتعرفوا جميع على الاقتراحات والشهوات اللي غادي توجدنا اليوم. صباح الخير ليلى. سنة. لاباس عليك، صبحتي؟ الحمد لله الحمد لله. انت لاباس عليك؟ الحمد لله. واش مبروكه؟ الله يبارك فيك علينا وعلي، بارك الله فيك يا ربي امين يا ربي امين. حنا وانتم، وتحيه كبيره ليك والاسره ديالك وشكرا لك بزاف على تواصلك معنا اليوم. العفو سنة. الله يبارك فيك، مرحبا بك، تفضل. الله يبارك فيك يا سنة. الوغ اليوم نقدم لكم بسبوسه ايه وسوبا بالعدس احمر وحريشات ايه ودي بانكيك بالشوفان واخا ودي بني تركيين اي ان شاء الله. ولا بقى مازال الوقت نزيدكم شي حاجه ان شاء الله. اي باذن الله ان شاء الله. الوغ نبداو بلي بني تركيين فيهم 500 غرام تاع دقيق، معلقه كبيره تاع التخميره الفوريه، 400 مليلتر تاع الماء اولا 400 غرام، جوج معالق كبار تاع السنيده، معلقه كبيره ديال الملح ولا فاني. كنخلطوا هاد العناصر كاملين، لاباط كتبقى كتلصق في اليد. كنضربوها مزيان، كنهزوها كندهنوها بالزيت من الفوق ونخليوها تخمر واحد ساعه بالمكانه. بعد ما كتخمر كنديروا كرات كنخليهم عاود يخمروا واحد 10 دقائق. بعد كنهزوا المدلك، اليد تاع المدلك كنديروا بهم تقيبات. واخا كنبداو نقليو، نبداو في القليان، الزيت تكون سخونه، غير لاستوس تاع لي بيني اون فوا كيبداو يتنفخوا نقلبوها الجهه الاخرى باش تنفخ لنا الجهه الاخرى. اييه. ومن بعد ندردرو عليهم سكر كلاصي اولا سنيده. وبصحه وعافيه. يعطيك الصحه تبارك الله عليك، ساهلين وخفاف. ميرسي. الوغ هادي الصوبه ديال العدس الاحمر فيها 400 غرام تاع خيزو، 300 غرام تاع صدر تاع الدجاج، بابا، جوج لترو الماء، واحد طامة البنة، وشوية تاع البهارات الخمس، وخمسين غرام تاع الزبدة، تومة، 250 غرام تاع القشدة الطرية، ومية وخمسين غرام تاع العدس الأحمر. كنديرو العناصر كلهم يطيبو من غير لا كريم فريش. اييه من غير القشده الطريه نخليوها حتى الاخر فعلا. حتى الاخر. ملي كيطيبوا كنطحنوه وكنزيدوا ليه القشده الطريه. كنعاود نخليوها تغلى واحد ثلاث دقائق ونقدموهم. وفعلا يعني في اي حاجه درنا فيها هذاك العدس يعني اللون ديالو الليموني يعني بصراحه كيجي زوين، فعلاش لي ما نديروش هكا شوربه صحيه وخفيفه ولذيذه في نفس الوقت. لذيذه وصحيه للدراري. اييه وكتمشي مع خيزو. اييه. ومع ديك التنسيمه ديال الدجاج مع وكذلك خيزو فغادي يعطي واحد المذاق مختلف. نديرو نمشيو للحريشات. ايه تفضلي. فيهم 500 غرام تاع سميده رقيقه. نص كيلو، معلقه صغيره تاع الخميره الفوريه. ايه. معلقه صغيره تاع السنيده. نص معلقه صغيره تاع الخميره الحلوه. والملحه. الملح واخا. هاد العناصر كلهم كنخلطوهم مع شويه الزيت، كنسبوسوها بالزيت وجمعوها بالماء.
بعد كنخليوهم كنوجدو فلفله حمراء مقطعه طريفات، كنشحروها مع شويه البصله والملحه والابزار والكمون والتحميره. ملي كيطيبو خارج النار كنزيدو لهم الطن والقزبر، كنهزو دوك الحريشات كنديروهم في يدينا، كنتلكم في يدينا، كنعمروهم بهذيك لافاخس وكنعاود نجمعوهم نقرصوهم ونطيبوهم بجوج شوية. اييه انا جيتين باش يطيبو يتحمرو. اييه الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. وهذه بسبوسة بسبوسة بالبيسكوي هذاك الحمر والخضر تاع زمان تاع الدار. اييه ديالنا وبالحليب المركز. واخا. فيه حك تاع القشطة الطرية، كاس تاع السميدة رقيقة، كاس تاع الكوك، نص كاس تاع السنيدة. مهم هاد السنيدة اختيارية، اللي كيبغي الحلاوة يديرها، اللي ما كيبغيش الحلاوة يشيدها من العجينة. ربع كاس تاع الزيت، جوج خمارات وفانيا. هاد العناصر كلهم كنطحنوهم وكنديروا النص ديالهم في المول تاع لاطارت. كنهزو هذاك البيسكوي المربع الاحمر وخضر، كنغطسوه في الحليب وكنسطفوه فوق هذوك لاباط فوق العجينه، كنعاود نكبو عليها هذاك الخليط الاخر اللي بقى لينا تاع العجينه وكنديروها طيب. ملي كطيب كنخرجوها من حدها مازال سخونه، كنسقيوها بالحليب المركز، الحك تاع الحليب المركز. كنخليوها حتى كتشرب وندردلو عليها الكوك. النصيحه اللي نقدر نقول للسيدات هو يديروها ويخليوها حتى الغد ليه باش تشرب فيهم علكه. بصح هاد الانواع ديال الكيك ولا مثلا البسبوسه فعلا قد ما كتشرب هذاك السيرو ولا هذاك الخليط اللي كنديروه في الغدلي يعني كتولي فيها واحد المذاق زوين ومعلكه في نفس الوقت فعلا. نضيف لنا اقتراح؟ بانكيك بالشوكه. اييه بانكيك بالخرطال. واخا بالخرطال فيها بيضه، كاس ونص تاع الخرطال كنهزوه كنطحنوه. اييه جوج معالق كبار تاع الدقيق، ثلاثة معالق كبار تاع اللوز بقشور مطحونين بودرة، وثلاثة معالق كبار تاع السنيدة، وثلاثة معالق كبار تاع الزيت، كاس ونص تاع الحليب والملحة. كنخلطو كل شيء هاد العناصر، كنطحنوهم ونخليوها ترتاح واحد 10 دقائق. من بعد كنطيبوها. في المقلاة اللي ما كتلصقش بالطريقة العادية. مزيان حتى هذا بانكيك مخير بالنسبه للوليدات، لا سواء يديو معاهم مدرسه ولا هكا في الكوتي ولا في الفطور في الصباح. كياك الله كيحمقوا عليهم. اييه صح تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اسامه. باقي الوقت نسيتكم شي حاجه؟ انا غير عليك انتيا الصباح هذا فيقناك، غير سمحي لنا ليلى اليوم النهار بدات ترتاحي فيه. لا بالعكس. الله يبارك فيك. سامتي بليزير. بارك الله فيك. مرحبا تفضلي. نزيدكم هادو لي كيش بالخليع. اييه واخا. الوغ لاباط فيها 250 غرام تاع الدقيق، 125 غرام تاع الزبده، بيضه وملح. كنعجنوها غير بأصابع غير كتشلى وكنديروها في الثلاجه واحد نص ساعه. بعد كنخرجوها كنسرحوها بين جوج، هادي لاباط بغيتي كنسرحوها دائما بين جوج بلاستيكات. اييه بعد كنديروها في ليمول صغار اولا كبار، المهم هادو كنديروهم غير في الصغيورين. كنثقبوها كامله وكنطيبوها. لاباط هادي كطيب ما كت يعني ماشي نصطيبها، يعني كنطيبها مباشره. واخا مباشره كنطيبوها. كنهزو الخليع كنسخنوه كنفرتوه تفرتيت صغير، كنملحو هذاك الحيمات وكنزيدو عليه شويه من هذاك الميدان، كنهزو كل فون دو كنلوحو عليها بيضة السمان. نديرو فيها شويه ديال الخليع مع داك ليدام اللي بعد ما سخناه وفرستناه، وعاد نديرو بيضه ديال السمان. فوالا بيضه السمان ونعاود ندخلوهم الفران باش طيب هذاك البيض، هذاك البيض يطيب.
البيضه، كنشعلو الفوق. البيضه ديال السمان ملي كتخويها كتخليها محافظه على الشكل ديالها ياك، كتبقى هكاك. انا واه قلت لك تصاور باش تبقى داك المليضر. فوالا باش تبقى هكاك. هادو سي دي كيش على ماروكان. اييه فعلا. كتخشيهم باش طبي هذيك البيضه، كنشعلو لتحت والفوق. واخا يعطيك الصحة، هذه فكرة زوينة، وخاصة يعني الخليع تعودنا أن إما ناكلو بوحدو أو لا هكا مع البيض، دابا حتى أنه يدار هكا في كيش ومع بيض ديال السمان أكيد أنه غادي يجي زوين بزاف. كتبدل المنظر شوية. أيه. الله يعطيك الصحة، تبارك الله عليك ليلى، شكرا لك بزاف على المشاركة ديالك معنا اليوم وبكل هاد الاقتراحات اللي هما ساهلين ومتنوعين. الله يعطيك الخير وفرصة مقبلة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله سناء. المهم تحية للبنات اللي كلهم اللي كيعرفوا ليلى مليح، عواجركم مباركة بالصحة والسلامة، ودعيوها لواحد صاحبتي غتولد إن شاء الله نهار الجمعة. فاطمة على خير يا ربي، آمين، الله يفكها على خير إن شاء الله ويمتع بسلامة هي آمين. والمولود إن شاء الله، يا ربي آمين. كل السيدات اللي ان شاء الله يعني غادي يولدوا ان شاء الله، نتمنوا لهم الصحه والسلامه. وشكرا لك بزاف ليلى المليح على كل هاد الشيوات المتنوعه اللي قدمتي لنا، وكل هاد الاقتراحات واللي اكيد المستمعات سجلوهم معنا. كذلك كنبغي نبارك للمستمعة الوفيه جدا للبرنامج خديجه طلحه من اسبانيا، اليوم في الفجر تبارك الله تزت عندها بنوته سمتها اميره، فالف مبروك لاله خديجه، ومبروك عليك المولوده اميره، تربى في خيركم ان شاء الله وفي عزكم وعلى سلامتك، والف مبروك لكل عائله طلحه وعائله الزوج ديال لاله خديجه، وتمنوا ان شاء الله دائما نجمعوا بالخير والافراح. دابا غادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا مباشره تعرفوا على شكون المستمعه المحظوظه اللي ربحت معنا اليوم في المسابقه اليوميه، وفاصل وراجعين. اذا معنا مباشره المستمعه المحظوظه واللي هي زهور الحمراوي من بني ملال. الو لاله زهور. عليكم السلام. لاباس عليك، على خير، كي سمحتي؟ لا ما كاين حتى مشكل، مع عائلتك مرحبا بك، عواش مبروكه بالصحه والسلامه. بارك فيك علينا وعلي. الله يبارك فيك. ان شاء الله الصحه والسلامه. ان شاء الله. بارك الله فيك. الجميع. شكرا لك بزاف زهور الحمراوي بني ملال، ربحتي منتوجات متنوعه مهدات من ايديال ودامتي، وما تنسيش على انك تصيفطي الغلافات ديالهم ديال هاد المنتوجات باش ان شاء الله تكون عندك فرصه كبيره تربحي مضمه ديال الذهب. ان شاء الله باذن الله. الله يبارك فيك. شاركتي بالاقتراح ديال الدجاج هو اللي غتقدمي لنا اليوم ولا اقتراح اخر؟ اييه مرحبا. كنشد الدجاج. اييه. كنجيبو كندير بانيو ديال الماء، كندير فيه جوج معالق ديال سكينجبير، كنرقدهم فيه. اييه. ومن بعد كنحيدو من هذاك الماء، نخليه شويه، من بعد نحيدو نحكو بشويه الملح، نحيد منه كاع داك الشيء الشوائب اللي خلاه. اييه. من بعد كنشلو مزيان، كنرقدو في الحامض وشويه ديال الخل. من بعد كنضفو ونخليه ينشف. كندوزو الطريقه، كنديرو سميتو الثومه، الملحه، شويه ديال البزار، سكنجبير، خرقوم. كنديرو واحد نص حامضه مرقده، كندير غير داك اللب ديالها. اللب ديالها فعلا. كنخلط هادشي كامل، كندير ضامة ديال البنة ديال الزعفران وضامة ديال الدجاج. إييه. كندير هادشي كامل، كنشرملو مزيان، نخليه مرقد. إييه. ومن بعد كندير البصلة. على حسب. غادي في الطنجرة؟ غادي منين نبغيو نطيبو؟ لا، نديرو في الطنجرة. إييه. من بعد على حسب الأفراد، مثلا تندير الدجاج كندير فيهم شي ثلاثة البصلات. إييه. دايما. كنصبو كنخليه يتقلى شويه مع ما كنديرش انا الزيت، كنديرو شويه ديال الماء كنخليه يتقلى شويه. من بعد كندير نص كاس ديال الزيت، نخلط الزيت بلدية ورمية. اييه حتى كيغلي داك الماء. كيغلي مزيان، من بعد كندير البصلة وكندير القزبر مربط. اييه صافي، كنخليه كيطيب على خاطرو. من بعد كان لطاب الدجاج كنهزو، كديك البصله كنشدها كنصفيها في واحد الصفايه. ديك المرقه كنخليها باش ما كتشربش، كنخليها على جانب، كنشد ديك البصله كنحمرها مزيان. من بعد كنزيد عليها ديك المرقه. اييه. ايوا هاد الدجاج ديالنا واجد. اييه، والدجاج كتحمريه؟ من بعد كنحمرو في الفرن. اييه، كدهني بشي حاجه ولا ولا مره كندهنو مره ما كندهنوها بشويه الزبده. واخ. على حسب. اييه. الله يعطيك الصحة لالا زهور، تبارك الله عليك.
كنتمنى تكونوا كتستافدوا من خلال فقرتنا المتنوعه في برنامج جلالتي، وغادي نمشيو مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه دائما على 0522 88 00 61 61 62. نزول عن طلب المستمعه دابا اللي تواصلوا معايا على اساس نعاود الاقتراحات ديال المليح واللي هما بانكيك ديال الخرطال، وكذلك الاقتراح ديال العجين ديال الكيش، فالطريقه ديالهم سهله. فبالنسبة للبانكيك نتمنى المستمعات يكونوا سجلوهم معنا. بالنسبة للبانكيك بشوفان الخرطال، فغادي نحتاجوا في المقادير البيضة، كاسونس ديال الخرطال مطحون، يعني كاسونس ديال الشوفان مطحون، جوج معالق كبار ديال الطحين فورس من النوع الجيد، ثلاثة المعالق كبار ديال اللوز بالقشرة ديالو مطحون بودرة، يعني بودرة اللوز بالقشرة ديالو، ثلاثة المعالق كبار ديال السكر سنيدة، ثلاثة المعالق كبار ديال الزيت، كاسونس ديال الحليب، وقبيسه ديال الملح. كنعبروا بالكاس العنبه. غادي نعاود لكم بانكيك ديال الخرطال الشوفان اللي هو لافوان، فغادي نحتاجوا فيه بيضه، كاس ونص ديال الخرطال مطحون شوفان مطحون كاس ونص، جوج معالق كبار ديال الطحين فورس، ثلاثه المعالق كبار ديال بودره اللوز، يعني ثلاثه المعالق كبار ديال اللوز بالقشره ديالو مطحون بودره، ثلاثه المعالق كبار ديال السكر سنيده، ثلاثه المعالق كبار ديال الزيت، كاس ونص ديال الحليب سائل، وقبيسه ديال الملح. فكنخلطوا المقادير بطريقه العاديه في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، وكنخلطوهم مزيان، ومباشره يعني ديك الساعه كنخليهم يرتاحوا 10 ديال الدقائق، ومن بعد 10 ديال الدقائق كنطيبوهم في المقله اللي ما كتلصقش. فكيجيو زوينين هاد لي بانكيك بالخرطال، واللي ممكن انكم تقدموهم للوليدات ديالكم بالصحه والراحه. بالنسبه للاقتراح الثاني، فالمستمعه طلبات العجين ديال بات بغيزي ديال الكيش اللي قدمت لنا ليلى. ففي المقادير بالعجين، عقلوا على المقادير ديال العجين ديال بات بغيزي، وديك الساعه يعني ديروا الحشوه اللي بغيتوا. غادي نحتاجوا 4 ديال الطحين فورس من النوع الجيد، الدقيق البيض، 125 غرام ديال الزبده مقطعه مربعات واخا درجه الحراره ديال المطبخ، وبيضه واحده، وقبيسه ديال الملح. فغادي نعاود بالنسبه للعجين ديال البات بغيزي ديال اللي درنا فيها الكيش، غادي نحتاجو 4 ديال الطحين فورس، 125 غرام ديال الزبده، بيضه وحده، وقبيصه ديال الملح. فهادو هما المقادير، والعجينه كنجمعوها بالاطراف ديال الاصابع ديالنا، لانه كتكون عجينه ما كندلكوهاش نهائيا، مجرد ما ناخذ الطحين نديرو ديك الزبده، نديرو قبيصه ديال الملح، ويعني ونجمعوا بيضه، وكنجمعوا غير بالاطراف ديال الاصابع، راه بسهوله كتجمع لينا، وكنخليوها كترتاح في الثلاجه نص ساعه 30 دقيقه. هاد العجين ديروه في بواطون وخليوه في الثلاجه 30 دقيقه، من بعد نص ساعه كنسرحوها ما بين جوج بلاستيكات بحال كيف كنديروا في صابلي باش ما تمحناش، ومباشره كنلبسوها اما يعني المول الكبير اولا المول الفرديين. بما انه غادي نديروا مثلا هاد الاقتراح الحشوه ديال الخليع والبيض السمان، فمن الاحسن على انه نديرو القوالب الفرديه ديال التورته اللي يكونوا صغار، وكنلبسوهم المول. وممكن الا درتو داك الكبير راه كتاخذوا العجين ديال الكيش، يعني كتاخذوا العجين ديال الكيش بعد ما كتورقوه، يعني تطلقوه ما بين جوج بلاستيكات، من بعد كتحيدوا البلاستيكات وكتاخذوا المدلك وكتلويو العجينه عليه، باش كتجيكم سهله. وديك الساعه كتهزوها ملويه هذيك العجينه على داك المدلك، وكتحطوها في القالب ديال التورته داك الكبير، وديك الساعه كتبقاو تحلوا داك المدلك، والعجينه كتبعكم بسهوله، وكتوركوا على الجوانب باش اللي خارج من العجينه كنحيدوه، يعني كندوزوه بالمدلك فداك المول فوق المول فوق ديك الحديده ديال الجناب، كندوزوها بالمدلك باش كتقطع لينا، وكتوجي هي هذه كتجي ملبسه المول، وكنتكوها مزيان بالفرشيطه، كنتخبوها مزيان بالفرشيطه. نفس الطريقه بالنسبه للقوالب الفرديه، تاخذوا العجينه وكتورقوها واحد شويه وكتلبسوها المول. بالنسبه للحشوه كيف ما اقترحت لينا ليلى، وفكره زوينه بزاف، تبارك الله الخليع عنده بزاف استعمالات، كاين بزاف المستمعات تبارك الله في رمضان خاصه يعني في المملحات كيعمروا به الرغايف، كذلك يعمروا به البريوات بجبنه الريكوتا ولا اي جبنه اخرى، كاين مقادير كثيره. فهذه الطريقه حتى هي زوينه بالنسبه للعجين ديال الكيش بعد ما صيبناهم، مباشره ملي كنبسطوهم في القالب القوالب الفرديه وكنتكوهم مزيان بالفرشيطه كندخلوهم يطيبوا لينا، يعني كنخليوهم حتى كيطيبوا لنا مزيان هذاك العجين ديال الكيش، ومباشره ملي كنخرجوهم فكناخذوا
الخليع لانه ضروري انه يكونوا طيبين، لانه البيض السمان راه صغير دغيا تيطيب، الخليع اصلا يعني طايب، فالى ما كانوش طيبين غادي نلقاو صعوبه، داك الشيء الحشوه غادي تحرق لينا. فمن ضروري على انه في هذه الحشوه بالتحديد هو انه هذوك العجين ديال الكيش ندخلوهم الفران ونخليهم حتى كيطيبوا ويتحمروا لينا، ومن بعد نخرجوهم، وديك الساعه ناخذوا الخليع الحيمات ديال الخليع كنفرتوهم بيدينا كنحلوهم كنفرتوهم، وكناخذوا شويه ديال داك ليدام ديال الخليع وكندفيوهم واحد شويه، يعني واحد شويه باش كيسيح لينا، وكنهزوهم مباشره وكنحطوهم على القوالب ديال الكيش اللي طيبنا، كل شويه ديال الخليع مع ليدام، شويه ديال الخليع مع ليدام، فيهم كاملين. وديك الساعه كناخذوا بيضه ديال السمان وكنحلوها وكنخويوها على، ودائما البيض باش نتاكدوا منه نخويو مثلا، نحلو البيضه السمانه نخويوها في واحد طبيسيل صغيور، وعاد ديك الساعه نخويوها مباشره على العجين ديال الكيش وندخلوها للفران حتى يعني نشعل عليه من الفوق لتحت ونردو ليه البال، يعني نبقاو حدا، لانه بغينا حنا غير داك الخليع يتجمع شويه مع داك البيض، والبيض يعني يبقى محافظ على الشكل ديالو في ديك العوينه هكا صفراء، فكيجي زوين. غادي نمشيو للمكالمات الهاتفيه وناخذو معنا لطيفه من الدار البيضاء. الو لطيفه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. واشركم. الله يبارك فيك، مرحبا بك والمستمعات كاملين. لا لا اختك بارك الله فيك. انا نعطيك واحد جوج حليوات ساهلين يقدروا يديرهم المستمعات اليوم. اييه. عندنا واحد ربعة ديال الزبده ديال العطار، نص كاس الحليب، كل نص معلقه خميره ديال الدار صغيره، اييه، شويه ديال الملح، الطحين على حسب الخليط، ما كتكمليش نص كيلو ديال الطحين. ايه. وعندنا الزين السميده والحليب محلى. الحليب مركز محلى. اه، اما نطيبوه كراميل روسنا ولا نشريوه. ايه. باقي تطيبيه راه كديري ساعه على روس الكوكو، وما تحليش عليه حتى الغدا تلقيه كراميل. هادو هما المقادير. ايه. الطريقه كناخذوا ديك الزبده مع الحليب مع ديك شويه الخميره ديال الدار مع مليحه. كنطربو مزيان ونزيدو الطحين. صافي تكون رطبة ما تكونش قاسحة، علاش أنا قلت ما يكملش نص كيلو. أها واخا. تشد فيها سنيدة. كنطلقوه المسك، ندير جوج بلاستيكات، وكنقطعو الجرارة. باش كل اللي بغاو. كتديري لها الوجه ديالها في سنيدة، كديري في لاطة. أييه. ملي كتخرجي كتلصقي بالحليب. أييه سهلة. وكتجي حليوة زوينة. أييه الله يعطيك الصحة. نعطيك واحد الغريبة حتى هي سهلة. تفضلي. عندنا ستة البيضات. ثلاثة الكيسان ديال الزيت، ثلاثة الكيسان ديال السنيدة، ثلاثة الخمارات، جوج فان، ثلاثة المعالق ديال العسل، وليمونة كبيرة برتقالة تكون كبيرة نحكوها كسرة كبيرة، والطحين على حسب الخليط، هي تكون رطبة ملي تطربي هاد الشيء، تكون العجينة تتلصقك في يديك ماشي بحال فاضي ولا، تكون شوية العجينة ديالها مرخوفة. إيه واخا. كديريهم مغريبة، إما بغيتي ديري كاوكاو ولا قرنفل ولا تخلي معاها عاديين. وكتطر في صفر البيض، كدهنيها في صفر البيض، وتيكون الفران سخون، ملي كتدخليها كتنقصي، كتشعلي الفوق والتحت، وين هي ليها حيت فيها العسل وليها الفلفل، كتجي بحال مادلين. إييه. صافي كتخرج زوينة مشقة ومحمرة من الفوق ومن برا، تبقى بحال رطبة. إييه واخا. نعطيك واحد الحريرة ديال البلبولة. هذا وقتها؟ إييه تفضلي. إييه أختي. أنت غناخدو ربعة ديال البلبولة، كاس ديال الفول. ربعة ديال البلبوله وكاس ديال الفول يابس. احسن تكون بلديه زوينه. ايه. صافي وكاس ديال الفول يابس. يابس. ايه واخا. عندنا مطيشه كنحكو مطيشه الاقامه ديال الحريره كنحكو مطيشه البصله قزبر ومعدنوس والكرافس والتوابل كديري شويه البزار خرطوم كينجبير ومليحه. ايه. العود صافي كتشدي ديك المطيشه كتحكيها كتحكي البصله كديري التوابل كديري الفول كديري الماء على حسب تحسي بالفول هذا كتقمي ليك البلبوله. اييه. ملي كطيب البلبوله كتزيدي شويه مطيش ديال الحك راه عطيتها لكم بزاف ديال المرات شي معلقه وزيت العود وكتقدميها كتزيد زوينه بالصحه. اييه شوربه سهله وخفيفه. نعطيك الملاوي باش يصدقوا المستمعات. اييه واخا تفضلي. الملاوي ديالي انا حيت كنديرهم ديما هادو هما اللي كنخدم الناس. اييه. المهم الطحين على حسب المهم انا كندير كيلو لارو ديال الخرز ونص كيلو ديال القمح.
كيلو لا روب ديال الفورص ونص كيلو ديال القمح. انا عطيتها له قليل مره كان كثير معك. تبارك الله فعلا على حساب الكوموند يعني كتبغي كميه كثيره ديال الطحين واخا صافي كتبغي دوي هذا فيها ما كديري فيها والو المره الاولى. الا بغيتي ديري شي معلقه صغيره سنيده كتجي معها بالماء وتكون ماشي زياريه ما ديريش الملحه، الملحه هي ما كتخليش العجينه تدلك واخا كتجي معيها كديها وتجي بها وكديرها في شي سوبر ولا في الشطه وكتشدي عليها مره مره كتزيد تدلكيها بلا ملحه حتى الاخر كدير تدلكيها كتزيدي ديك الملحه وكتزيدي الخميره ديال الدار شويه بحال الحمصه الا كانوا غيخدموا هذيك الساعه كانوا غيخدموها ما يديروش صافي كنشدها كنبدا ندوز الزبده والزيت وكنقطع كويرات مثلا الا بغيت الصغيورين هاد المقادير يعطوني شي 24 ملوية رغيف ملوية كنديرو صغيور كل واحد يهز الحيدة ديالو فعلا اييه صافي كتشدي كتورقي بالزبدة والزيت الا بغاو يديرو الخمارة بشوية الزيت وبشوية الزبدة يديروها في الطحين يديروها ما بغاوش بلاش كتورقي بالزبدة والزيت كترشي داك الحرش كتلوي هذا على شكل السم اللي غنرميو للمقلة يعني من هاد الجو ومن هاد الزيت اييه صافي تديري ثلاثة ولا على حساب تتبداي ترقي ثاني تشدي العجينه بالصراص وتبداي ترقي هذوك الشريطات الرقاق وتتبداي ترشي الحرش وكتلوي مرخوف ما تلويش مزير بس اييه فعلا كتلوي مرخوف وتخليها متكيه على جنبها حتى تطحى شويه هذا كتبسطيها اييه وكتبداي ملي كترمي المقله كتدخل المقله كتقرفي كترميها كتقلبيها ديك الساعه ما تخليش تطيب اييه كتقلبيها كتبداي تدوري بيديك باش يجيك الملوي زوين عاد كتكملي عليها الوجه الاخر بقاو يديروا هذه الطريقه يديروا في الفريكو يخليهم في السوق خضر ويديروا في الفريكو الوقت اللي بغاو يلقاو الملاوي موجودين مثلا بغيتي الفطور كتجيبي ديك ثلاثه ولا اللي بغيتي كتجيبيهم في الليل كتدهني البلاطو بالزيت كتحطي ديك الملويات وكتغطي بشي بلاستيكه باش ما يتسموش وكتحطي في الثلاجه لتحت حنا ما فقتي الصباح وتنجو كتخرجي من حداك البوطاجي انا طيبتي الفطور كطيبي الملاوي اييه يكونوا عندك واجدين واحد النصيحه اللي بغى يلبس رمان الزفه ديال الرمان في توقيت حتى دابا والحال بارد الرمان راه زوين الشعر وكاين كيصلح بزاف اييه استعمالات ديال القشره ديال القشور ديال الرمان القشره ديال الرمان اييه تفضلي عند من الفرن كينصبوا فيه اييه ديري ديك القشيره تحت الجناب قصه ديال الطياب ولا كان فرن وبوطه فران وبوطه راه كيكرموه ديك الساعه كيبسو وجمعتهم اييه كيكرموا كلهم فوائد كيف ما قلتي يمكن طحنوهم ونديروهم في قرعه ديال الدجاج بودره وديك الساعه زوين الرمان زوين كيصلح بزاف نزيدوهم في الشوربات نشلو بهم الفم ديالنا نديروهم للشعر ديالنا على حساب اللون على حساب القشره ديال الشعر يعني اللي عندها الحكه اييه الحكه خاصه الحكه في الفروه ديال الراس ممتازين لا زوينين اييه كل كاين شي مستمعات لطيفه الا سمحتي تعطينا غير الطريقه ديال حك مطيشه الا سمحتي لان واحد المستمعات فكرت دابا كانت نيت واخا نعطيها لك انا عندي جوج نعطيك الطريقه اللي زوينه بزاف اييه تفضلي كديري مطيشه تكون صحيحه ماشي فيها مضروبه ولا اييه كتغسليها وتخليها بالنباته ديالها كديرها في الكسكاس كتفوقيها شي 10 دقائق تبان لك بدات يعني مطيشه تغسليها مزيان وكتديريها تفور في الكسكاس تفور يعني ما تفورش بزاف واخا اييه ارطابت اييه كتشديها الا بغيتيها الحك نيت بصح كدوزيها في الغربال ديال السلك باش تنغربلو الطحين اييه تحكيها في الغربال باش تخرج لك رطبه واخا صافي كترديها تشحر اللي كتحكيها ما تيكونش هذيك الساعه فيها الزريعه والماء تتكون دغيا كتوجد كتشدي كديري فيها مليحه كتشحريها تتبدا تطير بحال بيصاره تتنشف مزيان كديريها في القراعي ديال الدجاج يكونوا محقنين كتخوي على شويه زيت من الفوق هذه ديال الحريره عندك ديال بحال كما بغيتي البيتزا واخا يعني ما يعني عاودي لنا لطيفه هذه الطريقه الاولى هذه الا بغينا مطيشه حك مطيشه نديروها للحريره كناخذوا لا بغينا الحريره كناخذوها كنديروها في الطنجره ملي كنحكوها في الغربال ديال الزرع ديال الطحين كنخليوها تفور في الكسكاس واحد شويه باش كتنزل كتولي رطبه عاد تفوريها شويه اي شويه اييه يا راه دغيا والو كلشي صافي كتفوريها كدوزيها في داك الغربال اييه بيديك الا جات من شويه صعيبه يدوزها في الطحانه ديال مطيشه الغربه الرقيق اييه صافي كنرجعوها العافيه كديري فيها مليحه كتبقاي تشحري حتى تحسي بها تطير تتعلق ويبقى يحركوا باش ما تحرقش من اييه صافي كديرها في القرعي ديال الدجاج كتخوي عليهم شويه الزيت
كديريهم في الكوكوط كتوفري عليهم النص ديال الماء ولا تفوتي النص ما تغطيش القراعي. ايه ما يكونش وصلهم الماء بزاف. ما مغطيش النص ديال القرعه بالماء. ولا خافوا كاع باش ما يبداو شي وحده دير مع وحده ملي كيكون الطيب كل وحده يلوي على طريف ديال الثوب ولا يفرشوا شي طريف ديال الثوب في الكوكوط. واخا. صافي كتخليها تصفر ربع ساعه على نار مهيله تحسي بها صفرات. مثلا داروها في الليل ولا الصباح ما يحلوش الكوكوط يخلوها مغطيه بحال هكا كتبرد على باش ما يحلوش الصفار يطير عليهم داك الماء ولا. ايه صافي انت تحطيها عاد تحط البوطاجي ولا في البلاكار ما ديرهاش في الثلاجه. ايه صافي كتخليها في القاعه اللي جبتي ويني ما تحليش تشوفي كي جات صافي كتجمعيهم. اه صافي القرعه اللي حليتي كتخدمي بها ولا صافي شويه كديري في شي علبه وديري في الفريكو. ايه واخا بغيتي البيتزا نفس الطريقه كتزيدي شويه العود والياسير ولا ورقة موسى ولا الحاجه باش تنسمي. وكتشحري عليها نفس الطريقه كديري هي في القرعيه دير شويه زيت البلديه من الفوق وكديري لها نفس الطياب ملي تبغي البيتزا راك خلطتي البيتزا كتزيدي ديك القرعه وديريها. ايه هذه هي ماطيشة الحكرة كتجي زوينه. الله يعطيك الصحة لطيفة. واخا غادي نكتفيو بهذا القدر وشكرا لك بزاف لطيفة الله يعطيك الخير بارك الله فيك. مشكور على تواصلك معنا وعلى كل هاد الاقتراحات اللي قدمتي لنا اليوم. ناخذ زهور من طنجة. الو 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 السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لاله زهور واش مبروكة؟ صباح الخير وصباح الزهر والورد لك والياسمين كل ما واجه من لاله سنة. الله يعطيك الخير الله يكبر بيك. كي داير الامور صحيحه؟ علينا علينا يا الحبيبه ديالي رانا الراديو هذاك هذا من راديو بعدا هي عندي في الدم وفي العمه كنخليها لا صباح ولا عشيه. الله يكبر بك الحمد لله لنا الشرف لاله زهور مرحبا بك. هذه منساني هي العوينه ديالي واخا ما فقد البصر هي العوينه ديالي بها كنشوف المرضيه. الحمد لله عندك ربي عطاك البصيره الحمد لله. الله يبارك فيك والله الا بزاف المستمعات كيسلموا عليك بزاف وكيشكروك بزاف على الشربات اللي كتقدمي لهم وبزاف المستمعات والله الا كيصيفطوا ليا في الواتساب يعني راه جربوهم الله يعطيك الصحه. وانا بغيت انا اتصلوا بيا نتوما باش نعطيكم بزاف عندي اقتراحات وبزاف عندي ديال الاكلات. يلا واخا ان شاء الله. بغيتو تستافدوا من النمره ديالي واتصلوا بيا شي مره. عندنا النمره ديالك لاله زهور عندنا انت راه مستمعه وفيه جدا للبرنامج صافي واخا. وانا ماشي نعطيكم اليوم مع المستمعين مرايا ماشي مشكل. انا نعطيكم واحد البريوات ديال الدراري اللي يكونوا فيهم الخضره. ايه حيت الخضره ما كيبغوش ياكلوا من الخضره. كياكلوا شي اللبس ما كياكلوش شي الكبابي ما كياكلوش شي الشفلون داكشي كامل كيعزلوا كياكلوا غير البطاطا. ايه انا بغيت ان نخلط مع الخضره كامله عاد ندير لها الطريقه ديالها كيفاش غادي. يلا واخا الدراري المدرسه يقدروا يمشيو ولا كانوا اذا نهار الاحد يخرجوا للربيع يخرجوا يديوها يديوها معاهم كتكرط. وديك الساعه انا ما بقاش الوقت ندير شي حوايج اخرى. اي واخا المهم هذا البريوات هذا كيكون فيهم الخضر جميع الخضر الخضر كامل الدنجال البطاطا الحلوه البطاطا الاخرى الجعده اللفت الاحمر اللفت الابيض هذاك القوق القوق هذاك نقولوا له حنا تيتامبو بزاف الخضر اللي كتكون مع هذا. ايه اي خضره كبابي كل شيء جميع الخضر كامله كامله الخضر اللي عندنا في المغرب ديالنا كامله كنديروا منها شويه شويه قوقه قوقه من الحاجه. ايه هذه شدوا الخضره هذه غنقشروها وغنشدوها وغنديروها تفور في الكسكاس. ايه حيت هي باينه تفور لا تبقى بالمواد ديالها هذاك الماء ديالها ما كيمشيش فعلا ملي كتبخر هذيك الخضيره ديالنا كنطحنوها كنطحنوها بديك الطحانه ديال اليد. ايه الطحانه ديال اليد. ايه طحانه يد غنطيفوا عليها غنطيفوا عليها شويه القمرون او شويه الدجاج او شويه بيبي او شويه المهم كنديروا فيها شي حاجه بنوها بشي حاجه. ايه وما حتى نقول لحد الوليدات حيت القمرون كيجي لقيد فعلا. ايه يقدروا يديروا لهم داك القمرون هذاك القمرون هذاك ما غنطحنوش القمرون غيكون صحيح. هذه الخضيره عاد تطحن مع التطحان غنديروها في واحد القشعه وغنديروا لها شي واحد نص كاس ديال زيت العود. ايه ونديروا لها شويه الزبده ونديروا لها شويه هذاك القمرون قلت لك على حسب على حسب على حسب اللي متوفر حتى ولا دجاج ولا ايه اللي كتب الله. غنشدوا هذه غنديروها في واحد الكسرونه ديالنا وغنطرب واحد ثلاثة ولا أربعة ديال البيضات وغنديروها تشحر ديك زويته ديال العود مع ديك الزبيدة مع المليحة ونتبرو يقولها طب بصيلة والتويمة كلشي بصح كلشي فيها. أنا سجلتهم فعلا. المهم هذه ماشي يشحروها مع ديك البويضات هي هذه الخضرة ما كتبخر تطحن راه كتولي كالعصيدة ولكن ما كتبقي هذيك البيض راه كتشد. أييه كتشد هذيك الساعة غنديروها حنايا غنجيبو البريو غنجيبو الورقة ديالنا غنجيبوا الورقه ديالنا وغنعمروها. غنعمروها في البريوات ديالنا
وغنشدوا ديك الساعه بلاتي انا نزيد وحده ديك الساعه ملي غنشحرها غنزيد لها واحد البيضه ها بيضه وحده خضره هذه غتكون فيه مخضره ما غتشحرش هذه البيضه اييه باش ملي كنديروها في الفران هذه كيديروها في الجينه طربوا يقليوها هيداك العجينه وياك ما يبغيو يحمروها في الفران ولا يقليوها في الزيت كيقليوها وياك ما بغاو كيجدوها مجمد ديك الساعه ديك البيضه اللي كانت لو خضره هي اللي كتشد هذيك الحشوه كتشدها ملي كطيب اييه وهذيك الساعه ميك هذيك يديوها مع النخلة هذا كان وليدات ماشيين للمدرسه ما فطروش يطيموا واحد البريوه ولا حيده ولا يديوها ديك انا مانيو يديوها معاه من المدرسه ملي كيخرجوا في الصراحه وكانوا بعادين من المدرسه كياكلوا ديك البريوه ولا جوج هذو وليدات كياكلوا الخضره هذو وليدات كيستافدوا شويه من ديك الخضره. فكره ممتازه الله يعطيك الصحه الله زهر تبارك الله عليك اللي فكرتي لنا في هذا الاقتراح ديال الخضره كيفاش الوليدات يعني الامهات يوظفوا لهم هاد الخضيرات. لاله زهور الله يعطيك الصحه وتبارك الله عليك. غادي نخليك مع سميحه ونعاودوا نتاكدوا من رقم الهاتف ديالك باش نسقوا معك راه يتمنى توجدينا ان شاء الله في هكا شربات لانه تبارك الله عليها الله يعطيها الصحه وخاصه يعني في الشربات يعني عندها شربات اللي هما مميزين واللي هما بانواع مختلفه بالبلبوله بالشعير يعني بالخضره ف يعني زهور ان شاء الله نتواصلوا مع عما قريب. وبالنسبه للبريوات ديال الخضره هذه فكره زوينه يعني الخضره وخاصه مع نهايه الاسبوع كتبقى عندنا الخضره ديال الكسكسو مثلا بقات لينا ما درناهاش كامله الخضره مثلا ديال السيمانه فنجمعوا حبه حبه من الحاجه ونحاولوا نديروا هذه الطريقه نحيدوا لها القشره ديالها ونفوروها في الكسكاس ومن بعد نطحنوها في الطحانه اليدويه ديال المطيشه وناخذوا يا قمرون يا دجاج يا كفته ديال الدجاج اولا الكفته العاديه اولا ديال الهبره ديال بيبي على حسب اللي متوفر نقطعهم طريفات صغيورين ونديروهم يعني في واحد المقله ولا طنجره نديرو فيهم شويه ديال زيت العود شويه ديال الزبده شويه ديال الثومه ونديرو بصله ونشحروا هذا الشيء مزيان ونديروا عليهم هذا القمرون ولا الدجاج ولا كفته كيف قلنا ومن بعد نزيدوا هذيك الخضره اللي طحنا ونزيدوا ثلاثه ديال البيضات والربيع قزبر معدنوس مكرد رقيق ونسمو بالعطريه اللي بغينا ممكن شويه ديال التحميره ولا شويه ديال الخرقوم بلدي ولا شويه من العطريه ديال الشاورما المذاقات اللي بغيتو تبارك الله دابا راه كاين عطريه كثيره بالانواع اللي بغيتو ومن بعد كنخلطوا هادشي كله مزيان وخارج العافيه كنزيدوا بيضه باش كتجمع لينا هاد الخليط كثر وما كيتحلش لينا ملي كنبغيو نعمروا الورقه ديال البسطيله فبهذه الطريقه الوليدات وممكن نزيدوا الفرماج حمر محكوك ولا اي نوع الفرماج نديروا مع هاد الخضيره يعني ملي مع الخليط ملي نبغيو نعمروه ولا الفرماج ساندويتش هكا نديروا صبيعات مثلا ديال هاد الخليط لانه هو غنشكلو كيف ما بغينا كويرات ولا على حسب واش غنديروا بريوات ولا هكا سيجار وندهنوهم غير بشويه ديال الزيت وندخلوهم الفران يعني يتحمروا نعطيهم وليداتنا يديو معاهم مدرسه اولا هكا ممكن في نهايه الاسبوع وحنا مثلا كنتقداو كنستفوا الثلاجه ونقادوا الامور ممكن نصيبوا بزاف ديال الحويجات هادو اللي ساهلين بهذا الشكل وندخلوهم المجمد الكونجيلاتور ونقسموهم في ميكات مثلا كل 10 البريوات مثلا بوحدهم ولا على حسب الوليدات وديك الساعه فوق ما كنبغيو كنجبدوا نديروا ديال السيمانه فغيجيو ممتازين وبهذه الطريقه الوليدات غادي ياكلوا خضيره متنوعه ممكن ديروا البطاطا الحلوه البطاطا العاديه خيزو اللفت بالانواع ديالو القوق الكرومب اللوبيا الخضراء البروكلي هادو كلهم القرعه الخضراء كذلك يعني اي الدنجال الخضراء اللي عندنا وهذه من جهه الوليدات غياكلوا الخضره بواحد الشكل يعني ماشي طاجين مثلا ربما ما تيبغيوش الوليدات اللي ما مولفينش الطاجين بهذا الشكل على شكل سيجار ولا بريوات نهائيا ما كتبانش الخضره مع الفرماج مع البيض مع ديك المذاق ديال زيت العود والزبده والثومه والبصله ملي كيتشحروا هما الاولين ممكن تزيدوا عليهم شامبينيون الفطر المعلب ولا العادي تقطعوا حتى طريفات صغيورين القمرون مع المذاق ديالهم جهد فكيجيب مذاق ديال الحوت فهاد البريوات ما غاديش تبان فيهم الخضره غالبه مقارنه يعني مع الخضره اللي كتبان للوليدات وما تيبغيوهاش نهائيا فبهذه الطريقه ومن جهه اخرى حتى الامهات على اساس انه في نهايه الاسبوع الخضره يعني ما كترماش او ما كتخسرش لانه كنوظفوها في بزاف ديال الحويجات. نتمنى تكون وصلتكم الفكره ومازال غادي ناخذوا باقي المكالمات من بعد الفاصل. نواصلوا باقي المكالمات رفقه حداكه المستمعات ومعنا نعيمه من اكادير. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعيمه مرحبا. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك لينا وعليكم الصحه والسلامه ان شاء الله. يا ربي امين. يا ربي امين. بغيت نعطيك واحد الغريبه بالنخاله والكوك. اي تفضلي. بسم الله. ثلاثه ديال البيضات بعدين نبداو بالنخاله. النخاله كنشدو زلافه كبيره وكنحمروها شويه وكنحطوها وكنحكوها بيدينا باش ما تبقاش خشينه بزاف. واخا. حدا سخونه كتحك باش تولي شويه رطبه وكاس ديال الكوك
ثلاثه ديال البيضات، جوج الخماير ديال الحلوه، واحد الحامضه تكون صفرا محكوكه، وخبيصه ديال الملح، وكاس ديال السكر ما عامرش، يعني غير ديال العنبه غير ما عامرش بزاف، وكاس ديال الزيت هو ما عامرش، وواحد نص كيلو ديال البلوط. اييه داك البلوط كنسلقوه وكنقشروه ما حدو سخون، وكنشدو كنمعكوه بالفرشيط، وكنزيدو عليه واحد الجمعه القه ديال العسل باش يتجمع حتى كيكون هو مفرد. اييه واخا. ونزيدو عليه شويه القرفه يعني كنسموها به، وصافي كنحطو على جانب. ملي كنديرو هاد ثلاثه البيضات وشويه الملحه والسكر، كنصاوبو داك البيض مزيان، كنزيدو عليه الزيت، وكنزيدو داك الكاس ديال الكوك، وكنزيد ديك الزلافه ديال الطحين، وضروري غادي تهز لك واحد الجمعه القه ديال الفرص يعني باش تجمع العجينه. ملي كتجمع هاد العجينه كامله، كنتمنى يعني قلت المقادير كاملين. ايوه واخا. وكتشدي داك البلوط كديري كويرات، وكتحطي بحال كتكون بحال العجينه ديال اللوز، وكتشدي هادي العجينه ديال هاد النخالة وداك الشيء كديرها في يديك بحال اللي كتصابي الغريبه، كتحلي كدير في واحد الحفيره وكدير في هذيك الكويره وكتجمعي عليها وكتكوري، وكتكوني ديك الزلافه ديال النخاله هذيك كديريها كامله في الطحين، وكتكوني مشيطه واحد شويه عاوتاني واحد نص زلافه، ولا كتكون تاهي محمره ومحكوكه كتحطيها وكتمرمدي فيها ديك الغريبه. اييه ولكن ما خصهاش تكون قاصحه بزاف، يعني تكون ما تكون جاريه ما تكون قاصحه باش تكون تجي هشيشه وزوينه، كتكوني مفرشه في اللاطه داك الكار ديال السيرفيليزي فيها باش ما تلصقش، وكتحطيها شويه من بعد، وكتكوني شعل الفران يعني على بعد 200 درجه ولا، وكدير معايا كتكون ديك النخاله محمره، راه يعني المراه ما تغفلش عليها. اييه فعلا ترد لها البال في الفران. ايوا في الصحه وراحه، كنتمنى تعجبك. يعطيك الصحه مزيان بالنخاله وبالبلوط، يعني نستافدوا منه اكثر. اييه الله يعطيك الصحه، تبارك الله عليك، صباحك مبروك نعيمه. مشكوره جدا على تواصلك معنا من اكادير، وناخذوا فتيحه من مكناس. الو فتيحه. الو الو فتيحه. للاسف انقطع الخط. فتيحه نتمنى انه ترجع تواصل معنا مره اخرى، وتحيه كبيره لكل اوفياء نب مكناس، ولكل المستمعات والمستمعين الاوفياء اللي كيتواصلوا معنا دائما. وشكرا البارح يعني توصلنا بالعديد في الهاتف الشخصي ديالي وفي الواتساب العديد من المستمعات، تبارك الله عليهم الله يعطيهم الصحه، كيباركوا لنا العواشر وكذلك. فكل عام وانتم بالف خير، وعواشر مبروكه للجميع، وشكرا بزاف ديال المستمعات يعني كيبعثوا لي بتسجيلات. سلام امانات يقول لي سلم على كل المستمعات وباركي لهم العواشر. فبلا ما نذكر الاسماء لانه راه تبارك الله نخاف ننسى شي وحده، فكل المستمعات يعني كيسلموا على بعضياتهم وكيباركوا العواشر. ف نتمنى انكم تكونوا على خير دائما، ونتمنى تكونوا كتستافدوا من خلال البرنامج لا مولاتي ومن خلال فقرتنا المتنوعه. ما سخيناش بكم كالعاده، وكنشكركم بزاف على حسن المتابعه والاستماع البرنامج لا مولاتي. لكم تحيه وفاء فائز رفقتنا في الاخراج، وسميحه شوبي في استقبال مكالماتكم الهاتفيه. نتمنى لكم صباح مبروك برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه.